مرحبا احبابي، كيف كنا اليوم؟ بدعمل انا وياكم حلو بالموز وبسكوت الاوريو. حلو كتير كتير، سهلة وبسيطة وكتير طيبة، وان شاء الله بتنال اعجابكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط حليب كوب اتنين، حطينا كوبين حليب، 3 معالق طعام نشا، 2 ملاعق طعام سكر، 2 ملاعق. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل وعم يغلي منطفي الغاز عشان ما يدبغ عنا الموز ويصير لونه أسود. عنا هون عصير حامض بدهن هيك على الوجه، ما تخافوا ما بيعطي طعمي بالحلو أبدا. بهيدا الشكل بيبقى الموز نفس اللون، ما بيتغير لونه. شوفوا كيف هيدي الطريقة بتخلي الموز محافظ على لونه. بدنا نكفي هيدي الخلطة. عنا هون 250 جرام جبنة ماسكربوني، بنحطها فوق المهلبية. وثلاث قطع جبنة كيري أو أي جبنة متوفرة عندكم. خلطهم منيح. عندي بسكوت الأوريو. هلأ شو بعمل؟ بصف بالأرض بسكوت ونرجع منحط الطبقات. بنقدر نعمل هيدا الحلو بسكوت الشاي إذا حبينا. منضيف الخليط فستق حلبي، نرجع منضيف طبقة من البسكوت. مثل ما قلت لكم فيكم تعملوها بسكوت الشاي، ما في أي مشكلة. برجع بضيف الطبق الباقي اللي عندي، بضيف الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. صارت عنا بهيدا الشكل. هلأ بضيف فستق حلبي. هذه الحلو اللي عملتها أنا وياكم، هلأ بحطها بالبراد أقل شي 2 ساعة. هذه حلو الموز بالأوريو اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيناها 2 ساعة بالبراد. هيدا الشكل النهائي، حلو كريمي وكتير رائع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.